دائما الشغف بيحول الأفكار لأعمال ملموسة بتحاكي الواقع واهتمامات الجمهور. على خشبة المسرح والسينما كان إلى ضيفتنا دور كبير بتواجدها الفني. أكيد فاطمة اليوم المخرجة والمؤلفة غفران ديروان صنعت فيلم بيت العرائس بيجمع بين التميز النجاح والفكرة الحلوة. صارت معنا ضمن استوديو دامسكو لنحكي أكثر بتفاصيل هالفيلم. أهلا وسهلا فيك غفران. أهلا وسهلا فيك أستاذة غفران. يعني بالبداية تحكي لنا هالنتاج اللي طلع ووصل للجمهور، تحكي لنا عنه. هلأ الفيلم البيت العرائس هو فيلم وثائقي تسجيلي إنتاج أكاديمية شيراز للفنون. هو فيلم عن بيت موجود بالعشوائيات اللي موجودة في دمشق، بيت فريد من نوعه. يمكن أول مرة حدا بيشوفه بدمشق إنه في بيت مزين وملون ومليء بالعرائس وقصة عائلة تعيش في هذا البيت، قصة متميزة. يمكن ببعض تفاصيلها بتشبه كثير من قصص المجتمع السوري، ولكن كونها موجودة بهذا البيت الغريب وكونه صاحبة البيت السيدة باسمة سلمون والأستاذ كريم، هي عملت من بيتها عالم آخر، يعني كوكب آخر، كوكب ملون مثل ما بيقولوا كوكب زمرد. تمام. بمنطقة العشوائيات التي كلها بتشبه بعضها وبتعرفي هي ميزة موحد، فهي البيت غريب، يعني بيت ملون ضمن كل هالبيوت الرمادية المحيطة حولها. شو كان سبب أنه اختارت صاحبة البيت، صاحبة المنزل، أنه تميز بيتها عن كل العشوائيات الموجودة؟ هلا السيدة باسمة هي أساساً سيدة محبة للفرح، محبة للألوان. بحياتها هي مدرسة لغة إيطالية وكانت قبل دليل سياحي. هي بتحب الألوان كتير، بلباسها، بمكياجها، بحياتها. حتى كانت لما كان مثلاً بغرفة المدرسين بالمعهد العالي للغات كان حتى غرفتها ملونة ومزينة. هي عندها هوس تجميع اللعب البورسلان وبالإضافة إلى تزيين البيت. هي بتحب تعمل هيك عالم لحالها، عالم يمكن خاص. عالم خاص وعالم يمكن بيشوفه عالم طفولي. هي لسه جواتها براءة الطفولة، هي بداخلها هي عندها براءة الطفولة وبتحب دائما انه بيتها او مكان اللي هي متواجدة فيه يكون هيك بريء وطفولي وملون، عنده روح الطفولة. هي بتحبها، يعني مثل في كثير عالم عندهم هواية تجميع طوابع، تجميع كاميرات، هي بتحب تجميع الألعاب. تمام. وفيلمك كان اليوم بيت العرائس جسد مقولة بكل بيت في سر، بكل بيت في حكاية. شو اللي اكتشفتي؟ شو السر اللي كان موجود اليوم ببيت العرائس؟ هلا مو بس سر واحد، هو في اسرار كثير جوات هذا البيت. يعني نحن دائما بيلفتنا الظاهر، دائما بيلفتنا الشيء الجميل. ايام بيكون شخص دائما عم يضحك، انت ما بتطلعي لجواته، يمكن يكون عنده هو الم بداخله، يمكن يكون عنده مشكله، يكون عنده قصه. فلما انت بتشوفي بهذا البيت اللي هو كله ملون وحياتهم بتقولي واو شو هالعالم السعيدين هدول، بتكتشفي انه طلع لا، في من خلف هي القصه، هي قصه مؤلمه جدا، انه السيده كانت مريضه ومنشوف علاقتها كيف زوجها عم يدير باله عليها وكيف بنتها متاثره بمرضها وعم تتمنى لها الامل والشفاء. فهي واحدة من الحكايات اللي الناس ما بتلتفت لها، دائما بيشوفوا واو العالم هدول الناس فرحانين وسعيدين بحياتهم. اكثر شيء لمس قلبك غفران وخلاك انت اليوم تعملي فيلم وثائقي عن بيت العرائس، شو اكثر شيء لمس قلبك؟ هلا اللي اكثر شيء لمس قلبي هي علاقتي الشخصيه كانت فيها للسيده باسمه. وثاني شيء لما عرفت الحكايه اكثر، لما عرفت قصه المرض وكذا، يعني انا في لحظه من اللحظات صدقا يعني انا عم صور حتى قبل التصوير، يعني في كثير لحظات تكون انا معها وهي تتالم، فانا من جواتي يعني يكون كثير متوجعه عليها. يعني انت قاعده جنب شخص عم يتالم قدامك وانت مانك قدرانه تعملي له شيء، لانه ما في يعني انه اي شيء تقدري تعمليه، عرفتي كيف؟ وحتى في لحظات بالتصوير ولما صارت في مقطع كانت عم تبكي فيه، انا يعني ما قدرت اعبر لها قديش انا متضايقه، لانه انت عم تخليها تاخذ
مساحتها بالتعبير عن مشاعرها. فلتصدقوني يمكن انا يمكن جواتي كان في خنقه، يعني لخلصت المقطع المقابله صدقا فتت على غير غرفه وبكيت من قلبي، يعني انه كثير صعب انك تشوفي انسان عم يبكي قدامك او متالم او موجوع، صعب جدا. دي استاذه غفران، اي عمل نحن بنقوم فيه وخصوصي عمل اخراجي مثل هذا، قد ايه ممكن ياثر بشخصيتنا؟ ومثل ما قلتي في حاله انسانيه معينه انت عايشتيها خلال تصوير هذا الفيلم. كثير اثر بشخصيتي، يعني مثل ما قلت لك انت بتصيري بقى عم تعيشي الالم، يعني انت عم تعيشي معه، عم تعيشي مع اشخاص. حتى بالفين هلا في كثير عالم فكروا انه هو تمثيل، او دائما يسالوا لي هذا الممثل اللي عمل دور الاب، لا هو مو تمثيل ابدا، هو فيلم تسجيلي حقيقي لحياتهم. يمكن في كثير عالم ما متعودين على هذا النمط من الافلام، انك انت تكون الكاميرا بالنسبه لهم شيء عادي. صحيح. عرفتي؟ فانا بخلال تواجدي معهم انا كثير تاثرت فيهم، تاثرت من ناحيه انه وخاصة من الطفلة مريم يلي كل الوقت عم تعطيكي أمل، عم تقلك إنه أنا في شيء اسمه الأمل. صحيح. يعني دائما عم تحكي هذا الكلام، فأنت لما بتشوفي من طفلة صغيرة عم تقلك إنه في أمل، فأنت بتطلعي إنه قديش نحن فعلا بحاجة الأمل بحياتنا. ونتعلم من الطفلة أو نتعلم من الإنسانة هي الصبورة اللي كانت عم تتحمل وعاملة هذا العالم، والرجل اللي كان عم يعني زوجها أستاذ كريم قديش كان هو متقبلها كما هي وقديش هي هذا اللي بدي أسأل عنه اليوم. دور الأب، دور الأستاذ كريم قديش كان اليوم داعم، قديش كان اليوم فينا نقول أنه هو واقف مع زوجته، واقف مع بنته، قديش اليوم القصة كانت من كريم هي إضافة لشي حلو، كونه هي معها ويمكن واجهت صعوبات كثيرة ولكن العيلة دائما مترابطة مع بعض. صحيح، فعلا هي المرأة أيام بحاجة دعم لها، يعني فأنت سند ودعم يكون معها، يعني خاصة المرأة المتزوجة. يعني فلما يكون زوجها أول شيء هو متقبل شخصيتها الطفولية والطفولة المتواجدة فيها، ومتقبل وجوده ببيت مليء بالعرائس، و يعني حتى يعني من وقت زواجهم هو عارفان إنه هي هالشخصية هيك، فهو متقبل بداية لشخصيتها مثل ما هي. حتى بخلال الفيلم بيقول انه انا بعملها مثل كانه طفله، انا بجيب اكله طيبه للطفله لبنتي وبجيب لها إلها. فشوفي قديش هو متقبلها مثل ما هي. ثاني شيء معاونته لإلها لما شافها هي بحاله صحيه، انه يروح يجيب لها الدواء، يعمل يطبخ، يدير باله عليها، يدير باله على البنت. هي مسؤوليه كبيره جدا يعني تقع على عاتق الاب، ومع هيك كثير حلو انه نشوفها بشخصيه الرجل، انه هو يتحمل المسؤوليه كما تتحمل مسؤوليه المراه تجاه ابنتها، يعني هو كمان تحمل مسؤوليه طفلته. اليوم فيلم بيت العرائس هو غريب نوعا ما، فينا نقول ماله مألوف اليوم خصوصي بالشام، حتى بالحارات العشوائيه يلي ذكرتيها حضرتك، ولكن اليوم العالم كيف شافت هذا الموضوع؟ اليوم غفران بعد ما طلعت من المسرح وقدمت فيلم بيت العرائس، العالم شو صارت تقلها؟ هل استغربت؟ هل استهجنت الفكرة؟ هل حست الموضوع غريب ولا لا؟ هي تقبلته وحبته وحست انه هي الفكرة كتير حلوة. هلا هنن صار فيهم مثل ما انا صار فيني اول ما رحت على البيت، لانه انا وقت نزلتها ورحت لعندها على البيت تفاجأت بكم هالألعاب، يعني انا هيك انصدمت انه انا فايتة على محل ولا فايتة على بيت يعني. فهنن وقت اللي يعني اللقطة اللي اول ما انفتح الباب وشافوا هذا انبهروا، هلا فاجأوا وانبهروا. صحيح. يعني انه شو هذا البيت اللي كله ألوان؟ هلا في ناس بتقول لك زغت نظري، في ناس بتقول لك انه لا شافوا شيء غريب وعجيب وانه ملون وهيك. القصة أثرت كثير 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 عند نفوس الحاضرين. طبعا تشرفت بحضور الكثيرين والحمد لله، يعني أنا كثير سعدت بوجود شخصيات كبيرة من فنانين ومخرجين وإعلاميين وصحفيين، وضيوفنا الكرام من أصدقاء وجيران وعائلة، كثير تشرفت فيهم يعني بدون ذكر أسماء لأنه خايفة أنسى حدا، يعني كلهم تشرفت بوجودهم وحضورهم وحتى بآرائهم. يعني فالناس طلعت
متأثرة جدا من العمل، خاصة انه انت ما عم تشوفي تمثيل، انت عم تسمعي اشخاص حقيقيين عم يحكوا آلامهم، عم يحكوا حكايتهم. فقديش انت قريبة بقى صرتي من المجتمع، قديش قريبة من الناس؟ هلا دائما بايام وقت تعرضي فيلم دراما بتتاثري بشخصيه البطل، بس تعرفي انه اخر شيء هي تمثيل، يعني بتتاثري بالفيلم، بتتاثري بالشخصيه. بس كيف لما انت تكوني متاثره بشخصيه حقيقيه عم تحكي لك قصه حياتها تماما، هي فعلا هذا اللي انا عايشته يعني، فتاثروا كثير. وانا بعتذر من الناس يعني اللي بكيت بقلب الصالة صالة حضرتك السينما. حضرتك ذكرتي بآخر عرض الفيلم أنه في فاجعة، تحكي لنا أكثر عن الموضوع، ليش قلتي هيك؟ بآخر الفيلم أنا ذكرت أنه أنا أخبرت من الزوج أن السيدة باسمة توفيت بعد أشهر من التصوير، يعني أنا أخبرت إخباراً فقط، يعني عرفتي كيف؟ ايه، فانا خبرتهم لانه لازم يكون علي مسؤوليه اني اخبر هذا الشيء، عرفتي؟ فانا انا بالفيلم خليت النهايه مفتوحه، لا يمكن في ناس حست انه ممكن تكون السيده توفيت، في ناس حس انه ممكن يكون في امل، عرفتي كيف؟ يعني خليت النهايه مفتوحه لكل واحد. انا مجرد انه الطفله وقفت وحيده باخر الفيلم، فهي عطت افق اكثر لتخليك تفكري لماذا يعني وقفت. يعني تركتي النهايه مفتوحه، واليوم قلتي لنا الحقيقه، والحقيقه الحقيقه فينا نقول يعني هذا الشيء اللي صار، انه هي الست اليوم توفيت. هذا ما اخبرت به يعني بصراحه. انا ما عندي دليل ملموس يعني، فانا انا اخبرت من الزوج انا السيده باسمه توفيت. ف انا السلام لروحها يعني، اتمنى على الرحمه لروحها. اكيد بدنا نشكرك غفران، شكرا على الفكره الحلوه، شكرا على الطاقه الحلوه، الامل يلي اعطيتيه اليوم للعالم من خلال فيلمك، وبنتمنى لك اكيد النجاح وافلام جديده ومتنوعه. مشكوره كثير، وشكرا لاستضافتكم الكريمه، وشكرا لرايكم ولانكم تابعتوا هذا الفيلم.